اهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدا الفيلم بتاعنا بدستي الطياره، وبتكون في سباق مع طيارتين من الطيارات الحربيه، وبيطلع دخان كتير لما بيقرب منهم، وبنكتشف ان دستي كان بيتخيل وانه بيشتغل في رش الارض الزراعيه بالمبيدات، وانه بيحلم انه يشارك في مسابقات الطيران العالميه. وبعد ما بيخلص شغله في الحقول بيتدرب علشان يكون اسرع، وبيقدر انه يطير ما بين الاشجار، ولكنه في الاخر بيعطل. بيروح لصاحبته دوت عشان تصلحه، وبتزعق له لان العطل كان سببه انه بيطير بسرعه اكبر من اللي المفروض يطير بيها. بيتكلم بعدها دستي مع صاحبه شاك، وبنعرف انه هيدخل المسابقه المحليه، ولو طلع من الخمسه الاوائل هيقدر انه يتاهل للمسابقه الدوليه وهيحقق حلمه. بيكمل شاك كلامه مع دستي وبينصحه ان هو يروح لسكيبر علشان يدربه، وده لانه طياره قويه جدا وكانت بتشارك في المسابقات العالميه. وبيرفض دستي في البدايه لانه كان شخص عجوز، ولكن في النهايه بيقتنع وفعلا بيروح لسكيبر، وبيطلب منه ان هو يدربه، ولكنه بيرفض وبينصحه ان هو ما يدخلش في المسابقات دي لانه كده هيتدمر. وفي تاني يوم بيروح دستي مع اصحابه لمكان السباق المحلي، وبينبهر بالطيارات اللي بيشوفها هناك، وخصوصا الطياره ريب اللي كسبت السباق العالمي قبل كده. وبيبدأ الحكم يفهمهم القوانين، وبيقول لهم إن المسابقة هي طيران حول الأبراج الموجودة، وإن أسرع خمس متسابقين هم اللي هيشاركوا في المسابقة العالمية. وفعلا بتبدأ الطيارات تدخل السباق واحدة ورا التانية، وبيحسبوا الوقت اللي بتاخده كل طيارة علشان تقطع المسافة كلها. وبيجي الدور على دستي، وبيستغرب الحكم وبيقول له إنه طيارة رش مبيدات مش طيارة سباق ولا حاجة، وبتفضل باقي الطيارات تتريق عليه، وبيكونوا شايفين إن هو مش هيقدر يكمل السباق. بيتضايق دستي جدا وبيقرر ان هو يطير باعلى سرعه، وفعلا بيعدي بين كل الابراج بسرعه جدا، وبعدها بيطير عالي وبيرجع لخط النهايه بنجاح، ولكن للاسف بيكون في المركز السادس، وبكده مش هيقدر يشارك في سباق الطيران العالمي. بيضطر بعد كده دستي مره تانيه ان هو يرجع لرش المبيدات، وبيكون زعلان ان هو خسر في السباق. وبنشوف سكيبر بيراقبه من بعيد، وبيجي الحكم للمكان اللي فيه دستي وبيقول له ان المتسابق الخامس كان بيستخدم وقود مخالف للمفروض يستخدموه في السباق، وان هما استبعدوه من المسابقه، وبكده دستي هيكون في المركز الخامس، وبكده برضه هيقدر ان هو يشارك في السباق العالمي. وبيفرح دستي جدا، وبنشوف كل اصحابه وهما واقفين حواليه وبيهنوه بالخبر ده. وطبعا دستي بيتوتر لانه هيكون مطلوب منه ان هو يلف العالم كله، وبيدخل عليه سكيبر وبيقول له انه كان بيتفرج عليه وهو بيتدرب، وهيقول له على كل الاخطاء اللي بيعملها واللي بتقلل من سرعته، وكمان بيقول له ان هو هيسابق اقوى الطيارات في العالم، وعلشان كده لازم يتدرب كويس وما يكونش فيه اي مجال لغلط واحد. وفي تاني يوم بيبداوا تدريب، وفعلا بنشوف سكيبر وهو بيتابع دستي وبيديله توجيهات في الاخطاء اللي بيعملها، وبيبدا دستي يطير بسرعه كبيره جدا، وبيطلب منه سكيبر ان هو يبدا يطير على ارتفاع عالي، وفعلا بيحاول دستي، ولكنه بيبدا يحس ان هو دايخ وبينزل تاني بسرعه. بيساله سكيبر عن اللي حصل، وبيستغرب لما بيعرف ان دستي بيخاف من المرتفعات، وبيساله ازاي بيخاف من المرتفعات وهيشارك في سباق حول العالم، لكن بيقطعه مساعد سكيبر وبيقول له ان في متسابق فاز بالبطوله قبل كده وكان عنده نفس المشكله. وهنا بيتحمس دستي وبيقول لهم ان هو هيحاول يكون كل طيرانه في المسابقه على ارتفاعات قريبه من الارض علشان ما يحسش بالدوخه دي مره تانيه. بيكمل دستي تدريبه مع سكيبر، وبنشوفه وهو بيتطور بشكل كبير، وبيبدا يحقق سرعات عاليه، وبيعدي الحواجز بسهوله، وبيكون جاهز علشان يدخل المسابقه. وبنشوفه وهو بيودع اصحابه وبيقول له سكيبر ان هم هيتواصلوا معاه عن طريق الراديو علشان طبعا يطمنوا عليه. وبيوصل لنيويورك، وبنشوفه وهو بيتكلم مع ضابط برج المراقبه علشان يقدر ينزل في مهبط الطائرات، وبيروح بعدها للمكان اللي موجود فيه كل المتسابقين. بيوصل هناك وبيعجب بالطياره ليشان، لكن بيلاقي الطياره ريب اللي اول ما بيشوفه بيقول له ان هو طياره رش مش طياره سباقات، وان مكانه في الحقول مش هنا خالص، ولكن دستي بيتجاهل كلامه وبيروح يتعرف على باقي المتسابقين. بيظهر بعد كده الحكم وبيقول ان السباق عباره عن سبع جولات حول العالم، وبنعرف ان في 21 طياره مشتركه في السباق. بيدخل المتسابقين للتراك، وبيكون دستي منبهر ومبسوط بكميه المشجعين اللي حاضرين، ولكنهم بيتجاهلوه ومش بيشجعوه، وده لانهم شايفينه طياره رش مبيدات مش طياره سباق، وبيكونوا معتقدين ان هو هيبوظ وهيخرج من السباق في المرحله الاولى. بيبدا بعد كده السباق، وبنعرف من الحكم ان المتسابق اللي هيخلص في اي مرحله في المركز الاول هيبدا اول واحد في المرحله اللي بعدها. بنشوف بعد كده باقي الطيارات وهي بتطير على ارتفاع عالي ما عدا دستي اللي بيطير على ارتفاعات قليله،
وده طبعا لأنه بيخاف من المرتفعات زي ما عرفنا من شوية، ولأن داستي كان بيطير قريب من جبال التلج فبيحس بالبرد وبيخلص المرحلة الأولى في المركز الأخير. بيتكلم مع سكيبر وبيلومه لأنه هيبدأ المرحلة الثانية في المركز الأخير، وبيقوله أنه لازم يطير على ارتفاع أعلى علشان يكسب في المسابقة. بتبدأ بعد كده المرحلة الثانية وبيطير داستي على ارتفاع أعلى، وفعلا بيكون في المراكز المتقدمة، ولكن فجأة بتعطل الطيارة اللي قدامه وما بتكونش قادرة أنها تكمل السباق، ولكن بيساعدها داستي وبيفضل يوجهها علشان تقدر تعدي من الحواجز، وفعلا بيقدر ان هو ينقذها في آخر لحظة وبيهبطوا بأمان، وبتشكر الطيارة جدا ان هو انقذها قبل ما تتدمر. بيتكلم مع الطيارة إليتشو وبيقول له ان هو زعلان لانه خسر مرحلتين، ولكن فجأة بتدخل عليهم العربية داو وبتشجعه على اللي عمله في السباق، وبيقول له ان هو اصبح رمز لكل الطيارات البسيطة في العالم، وبيقترح عليه ان هو يشيل خزان المبيدات علشان طبعا يقلل من وزنه ويقدر ان هو يطير بسرعة اكبر. وبيرفض داستي في البداية، ولكن بيقدر الطيارة إليتشو انها تقنعه. بتبدأ بعد كده المرحلة الثالثة وبيكون داستي أقوى وأسرع، وبيبدأ يعدي من الطيارات اللي قدامه بكل مهارة، وبيبدأ الجمهور إن هو يهتم بيه ويشجعه، وكمان بيقدر في المرحلة الثالثة إن هو يخلص السباق في المراكز الأولى، وبيتلم كل الصحفيين عليه علشان يعملوا معاه حوارات صحفية. بيتضايق ريب من اللي حصل وبيبدأ يفكر إزاي يخلص على داستي. بيتكلم داستي بعد كده مع سكيبر وباقي أصحابه، وبيكونوا مبسوطين بأدائه في المرحلة الثالثة، وبيقول له سكيبر إن هو هيطير في المرحلة اللي بعدها فوق جبال الهيمالايا، وإن هو لازم يطير على ارتفاعات عالية جدا علشان يقدر إن هو يفوز وما يحصلوش مشاكل. بيشوف بعدها إليتشو بيتكلم مع طيارة وبيحاول إن هو يتعرف عليها، ولكنها بتسيبه وبتمشي، وبتقرب منهم ليشان وبتهني داستي على المرحلة الأخيرة، وبتقترح عليه ليشان إنها تفرجه على المدينة اللي هي عايشة فيها مع أهلها، وفعلا بيوافق داستي وبيطير معاها وبتفضل تفرجه على كل المعالم السياحية اللي في بلدها، وبتنصحه إن هو يمشي فوق قضيب القطر اللي في جبال الهيمالايا علشان يقدر إن هو يخلص السباق بسرعة، وبيشكرها طبعا داستي على النصيحة والمعلومة دي. أما في تاني يوم بيبدأ السباق وبينطلق داستي بكل قوته، وبنشوفه فعلا بيطير فوق قضيب القطر، ولكنه فجأة بيلاقي نفق، فبيضطر ان هو يطير على ارتفاع عالي علشان ما يدخلش جواه، ولكنه بيتعب فبيقرر بعدها ان هو يستجمع قوته وبيطير جوه النفق على ارتفاع منخفض، وبنشوف هو بيتحرك بسرعة عالية جدا جوه النفق، وبيتفاجئ ان في قطر جاي من الاتجاه المعاكس وكان على وشك ان هو يصطدم بيه، ولكن بيقدر داستي ان هو يزود من سرعته وبيخرج من النفق قبل القطر ما يدخله، وبيكمل داستي طيران فوق قضيب القطر لحد ما بيوصل لخط النهاية، وهنا بيتفاجئ انه وصل اول واحد وقبل باقي المتسابقين ما يقربوا حتى من خط النهاية. طبعا كل الطيارات بتتفاجئ، وبتبدأ شهرة داستي تزيد والجمهور يعجب بيه اكتر، وبيتضايق ريب اكتر، وبيتكلم مع الطيارتين اصحابه وبيقول لهم ان هم لازم يخلصوا على داستي مهما حصل، وبيتكلم داستي مع سكيبر واصحابه وبيفرح لما بيبلغوه ان هم هيقابلوه وان هو هيشوفهم في المكسيك. بتبدأ المرحلة اللي بعدها وبيقول الحكم ان كل طيارة هيكون فيها جي بي اس علشان الطيارات تقدر انها تعبر المحيط. بيقرب اصحاب ريب من داستي وبيكسروا له الجي بي اس الخاص بيه، وبيتوه طبعا داستي وما بيكونش عارف الطريق ازاي، وكمان بيكون الوقود على وشك ان هو يخلص، ولكنه فجأة بيلاقي طيارتين حربيتين وبيتكلموا معاه ان هو بعيد عن مسار السباق، فبيشرح لهم كل اللي حصل. بيقرروا بعد كده ان هم يساعدوه، وفعلا بياخدوه معاهم لحاملة الطائرات علشان يقدر يملى الخزان بتاعه بالوقود، وبيقدر داستي ان هو ينزل في مهبط الطائرات بكل سهولة. بيشوف داستي بعد كده صور الطيارات الحربية اللي عملت مهام بطولية وبينبهر بيها، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي سكيبر من ضمن الطيارات دي، وبيكون عمل مهمة واحدة بس، وبيكلمه داستي وبيقوله ان هو عارف ان هو عمل مهمة واحدة بس، وبيستغرب ازاي سكيبر بيعتبر نفسه بطل، ولكن سكيبر بيتجاهل كلامه وبيقوله ان هو دلوقتي بعيد عن مسار المسابقة وان هو لازم ينطلق في اسرع وقت، وفعلا بيستعد للطيران وبيودع الطيارات اللي ساعدته وبيبدأ السباق مرة تانية. بيكون في عاصفة قوية جدا وما بيكونش داستي قادر ان هو يطير على ارتفاعات عالية علشان يتفادى الموج، وفعلا بيضرب في موجة عالية وبيفقد توازنه وبيطلب الانقاذ السريع لانه كان على وشك ان هو يغرق، ولكن بيوصل الانقاذ على اخر لحظة وبينقذوه وبيوصلوا للمكسيك. بيكون سكيبر وباقي اصحابه في انتظاره وبيكونوا زعلانين من اللي حصل له،
وبتقول له صاحبته ان الهيكل اتدمر وان هو مش هيقدر انه يكمل السباق، ولكن داستي بيكون زعلان لان سكيبر كدب عليهم وفاهمهم ان هو بطل رغم انه ما عملش غير بطولة واحدة بس. فبيحكي له سكيبر ان هو كان قائد لسرب طيارات حربية وان هم قابلهم اسطول بحري هاجمهم وقدر ان هو يضرب كل الطيارات ما عدا سكيبر هو الوحيد اللي قدر انه يطلع عايش، وبيعتذر لداستي انه كدب عليه، ولكن داستي بيتأثر وبيسيب وبيمشي. بيجي ليتشو وباقي المتسابقين وكل واحد فيهم بيديله قطعة صيانة علشان يرجع قوي زي الأول، وكمان بتديله لشاني مروحة متطورة وأقوى من مروحته، فبيفرح داستي جدا وبيشكرهم كلهم. وبتبدأ صاحبته إنها تصلحه وتغير كل القطع اللي اتدمرت في المرحلة اللي قبلها، وبيكون بعدها داستي جاهز للسباق. وفي تاني يوم بيكون كل المشاهدين متفاجئين بشكل داستي الجديد، وبيقابل ريب اللي بيقوله إنه طيارة رش مبيدات، ولكن داستي بيقول له انه بيقول كده لانه ضعيف وما بيقدرش ان هو يسبقه. بيتكلم ريب مع اصحابه وبيقول لهم ان هم لازم يدمروه، ولكن بيسمحهم سكيبر وبيقرر ان هو يحمي داستي من خطة ريب واصحابه. وبيبدا السباق وبيكون داستي في المركز الاخير ولازم كمان ينتظر وقت معين قبل ما يبدا الطيران، وفعلا بمجرد ما بينتهي الوقت بيبدا داستي ان هو يطير باقصى سرعة ليه، وبيقدر ان هو يعدي من المتسابقين وبيوصل للمركز الثاني وبيكون سبق ريب. بيبدا ريب بعد كده واصحابه ان هم يهاجموه علشان يعطلوه، ولكن فجاه بيظهر سكيبر وبيهاجمهم وبيساعد داستي ان هم يخلصوا عليهم، وبيكون داستي مبسوط جدا ان سكيبر بدا يطير مره ثانيه. بيتكسر الجناح بتاع سكيبر في المطارده دي، وبيحاول داستي ان هو يقرب منه ويساعده، ولكن سكيبر بيطمنه وبيطلب منه ان هو يركز في السباق ويحاول ان هو يفوز بيه، وفعلا بيكمل داستي السباق. بيطير ريب بأقصى سرعة ليه وبيحاول داستي ان هو يعديه، ولكنه ما بيقدرش، وهنا بيفتكر تدريب سكيبر معاه وبيبدأ ان هو يطير على ارتفاعات عالية، وبيتحدى خوفه من الارتفاعات وبيكون شايف ريب تحته. بيقربوا هما الاتنين من خط النهاية، ولكن على اخر لحظة بيقدر داستي ان هو يعدي من ريب بحركة قوية ومهارة عالية، وبيوصل لخط النهاية قبله وبيكسب السباق في المرحلة الأخيرة. وبنشوف الجمهور وهو مبسوط ومنبهر بداستي. بيوصل بعدها باقي المتسابقين اللي بيهنوه على فوزه بالمركز الاول، وكمان بيشكرهم لانه ما كانش هيقدر يفوز من غير مساعدتهم، وبيروح بعدها لسكيبر وبيشكره لانه دربه وكمان انقذه من ريب واصحابه. اما ريب فبيتعطل وبيكون زعلان لانه خسر السباق من طيارة رش المبيدات. بنشوف بعدها سكيبر مع داستي وهم شكلهم متغير وبيكونوا طيارات حربية وبيسابقوا بعض. ولحد هنا بتنتهي قصتنا مع داستي الطيارة اللي عندها أمل ووصلت للهدف اللي هي كانت بتحلم بيه. نتمنى ان الحلقة بتاعتنا تكون عجبتكم، لو عجبتكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير، تعملوا سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، وسلام.